هاي جايز، انا زول. النهارده رجعت لكم فيديو جديد، والنهارده هنعمل مع بعض الفايس وطرقه، يعني الخطوات بتاعته. ويلا بينا نبدأ. تمام، اول حاجة هنحتاجها يبقى معانا برطمان فاضي، اي برطمان، يبقى ازاز احسن، ومعانا كوباية لبن مغلية، هي لسه بتغلي يعني، ومعانا حمص اللي هو بتاع المقلة ده، عادي طحناه كويس جدا ونخلناه علشان ما يبقاش فيه اي كتل كده، ومعانا اللي هي الكياس الشفافة دي علشان يعني هنشوف دلوقتي هنعمل بيها ايه. اول حاجة هاخد 3 معالق من الحمص، تمام، وهحط اللبن، خلي بالنا عشان هو سخن وبيغلي طبعا. تمام، ودلوقتي هقلب بسرعة، اقلب كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي كتل او اي حاجة. تمام، انا كده قلبته كويس جدا، ما بقاش فيه اي كتل او اي حاجة. لازم اقفله كويس جدا عشان الهواء ما يطلعش، فحط كيس كده واقفل كويس جدا جدا، وهحط البرطمان نفسه جوه كيس. دخله في الكيس وارجع لكم. شايفين اهو قفلته كويس جدا. هقول تاني، احنا عملنا الخميرة الاولانية بتاعت الفايش الصعيدي، ازاي عملناها؟ بكوباية لبن مغلية و3 معالق حمص من اللي بنجيبه من المقلة، طحناهم ونخليهم كويس جدا وقلبناهم كويس مع بعض، وقفلناه بكيس ودخلناه جوه كيس تاني، وهنقوم جايبين فوطة كده حاطينه جواها، لازم نسيب يعني الخميرة دي 12 ساعة. تمام، هنسيبها في اي رف من رفوف المطبخ، وبعد 12 ساعة لو الخميرة ما طلعتش هندفي الفرن ونحطه جواها. تمام، هسيبه بقى 12 ساعة وارجع لكم بعد ما يخمر. صباح الخير، النهاردة هنكمل مع بعض الخميرة اللي عملناها بتاعت الفايش الاولانية امبارح. الخميرة اهي، بالليل خالص كده لما لقيتها ما عملتش خميرة بسرعة، قمت دفيت الفرن وحطيتها فيه، وكررت الموضوع ده مرتين. تمام، وانا هنا النهاردة معايا ماما عشان تساعدني عشان الخطوات. اوكي، صباح الخير. احنا هنكمل عجينة الفايش والخميرة بتاعتها. امبارح جوي عملت معاكم الخميرة الأولى وبالليل، والنهاردة الصبح دفينا الفرن مرتين ونطفيها، ندفي الفرن شوية وبعدين نطفيها. وطبعا الخميرة زي ما هي كده في البرطمان، مقفول عليها ملفوفة بالفوطة لغاية ما، تعالوا بقى نشوف ايه عملت ازاي. بصوا، فصلت، كانت الاول كلها لبن، لما خمرت فصلت بقى فيه جزء ميه، والخميره اهي طلعت لفوق. تعالوا بقى نكمل الخطوه الثانيه او الخميره الثانيه للفيش. انا هنا هعمل 3 كيلو فيش، 3 كيلو دقيق. هعمل ايه؟ هجيب علبه بغطا، هاخد نص كيلو من الثلاثة كيلو، ادي نص كيلو احطه في العلبة، المقدار دون لثلاثة كيلو. انا هعمل ايه؟ خدت نص كيلو اهو من الدقيق، وهاخد الخميرة
اللي انا عملتها شايفين اهي عامله ازاي، عامله قرص من فوق وفاصله ميه من تحت زي ما قلنا. وادي القرص من فوق اهو، هدلق كل اللي في البرطمان هنا عن نص كيلو، تمام اهو بصوا كله نزل، وهعجن بميه دافيه. طبعا انا عايزه كل اللي في البرطمان دول مش هسيب حاجه فيه خالص، فهاخد ميه دافيه انا مدفياها، وهرج البرطمان وهنزل كل اللي فيه. شايفين اهو ادلق كل اللي فيه. يبقى انا خدت الخميره الاولى كلها اللي عملناها، وهعجن بيها النص كيلو الدقيق. انا عايزه هنا العجينه ما تبقاش عجينه اعرف اشكلها، لا انا عايزاها عجينه سايله زي بتاعه الزلابيه. بصوا هي كده، لا انا هزود ميه دافيه تاني، انا عايزاها عجينه سايله. كل ما الاقيها عايزه ميه تاني عشان تبقى عجينه سايله هزود ميه اهو. لسه تاني نعجن فيها كده لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا ايه عايزينه بتاع العجينه السايله كده. تقيله شويه، حاطين شويه ميه تاني. شايفين كده معايا؟ بص العجينة سايلة ازاي، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ودي تبقى الخميرة التانية بتاعة الفايش. هنسيب الخميرة دي تخمر وترتفع ويتضاعف حجمها، هسيبكم لما تخمر هرجع لكم. بصوا الخميرة التانية اهي ابتدت عليت حجمها عالي. هفكركم تاني الخميرة التانية دي عملناها ازاي. عملناها بالخميرة الاولانية بتاعة اللبن والحمص، لما طلعت وفصلت وعملت قرص من فوق خدناها حطينا عليها نص كيلو دقيق، وعجناها بمية دافية، وعملناها عجينة سايلة زي بتاعة الزلابية. سبناها في مكان دافي لغاية ما ابتدت تخمر وعليت اهو. احنا قلنا هنعمل 3 كيلو دقيق، خدنا نص منهم للخميرة التانية. نبتدي بقى ناخد ونعجن الخميرة الأساسية. ادي معانا نص كيلو هفضي الاتنين كيلو التانيين وارجع لكم. ده طبق كبير اهو فضينا فيه الاتنين كيلو ونص دقيق، ومعانا الخميرة التانية. معانا هنا بقى ايه هنحط عليه 4 معالق سمسم متحمص، 4 معالق سكر، معانا 2 كبار كركم، 2 كبار محلب مطحون. المحلب ده بنجيبه من عند العطار او بنجيبه من عند مستلزمات الحلواني. ومعانا 1/4 معلقة ملح، معانا كيلو او لتر لبن دافي عشان نعجن بيه، ومعانا 2 كوبايتين سمنة هنلم بيهم العجين في الاخر. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه ونعجن ازاي. ادي الدقيق هننزل عليه بالخميرة، ننزل كل اللي موجود في الطبق بتاع الخميرة كويس. هنزل بيه 4 معالق السمسم و4 معالق السكر،
وهنا ادي الكركم والملح، معلقتين كركم كبار وربع معلقه ملح، احط المحلب معلقتين برضو كبار، اخلط كله مع بعضه واجيب اللبن اعجن بيه. اللبن هنا دافي، اخلط هنا بس العجين كويس، الخميرة بكل المكونات اخلطها كويس وارجع لكم. انا هنا فضيت اللبن الدافي في العلبة اللي كنت مخمرة فيها العجينة الاولانية عشان انزل كل الخميرة اللي كانت عندي. الفايش الصعيدي ريحته مميزة جدا، طعمه حلو قوي، بتاكلوه مع الشاي وشاي بلبن او تاكلوه مع جبنة، حلو جدا، مختلف خالص عن الفايش بتاع الفرن العادي السريع. ممكن نبقى نعمله في مرة تانية، بس ده حلو قوي، جربوه. مستنيين طبعا القناة بتاعة جو، مستنيين فيها الكومنتات بتاعتكم، اتمنى يعجبكم. هندلق اللبن اهو حبة حبة، نعجن نعجن كويس، هكمل عجن وقبل ما احط السمنه هرجع لكم تاني. شايفين انا هنا عجنت بس لسه العجينه ملزقه في ايدي، هبتدي بقى احط كوبايتين السمنه. انا هنا يا دوب مسيحيهم مش ادحيهم، يا دوب تبقى ايه السمنه سايحه بس، هحطها على العجين وابتدي اعجن، وهي دي اللي هتلم لي العجين. جدا اللون ابتدى بتاع الكركم اهو يبان اللون الاصفر، وبعدين دي بقى لونه اصفر عشان الكركم. نعجن فيها كويس لغايه ما كل السمنه اللي في الطبق دي تخش في العجين بتاعي والعجين يلم. هدخل السمنه كلها في العجين وارجع لكم. حاجه مهمه هنا، بص لو ما حطينا السمنه واحنا بنعجن هتحس ان العجينه ايه مفروله، لا هي ما فيهاش حاجه، كل ما هنعجن فيها هترجع تتماسك وتبقى عجينه حلوه خالص. هكمل عجن وارجع اوريكم شكل العجينه بقى عامل ازاي. شايفين العجينه لمت معانا ازاي؟ طبق اهو ما فيهوش اي حاجه من بواقي الدقيق ولا في اي حاجه من بواقي السمنه، كله دخل في العجينه. العجينه بتاعت الفايش ما بنحطلهاش ولا بيكنج باودر ولا بنحط لها خميره فوريه، عجينه حلوه خالص ريحتها تحفه، لونها اصفر جميل. طبعا اللي حابب يزود كركم تاني يزود، مش حابب هما معلقتين حلوين قوي على 3 كيلو. هنا عجننا هنسيبها تخمر. انا شايفين انا هنا العجينه خمرت، بس انا مغطيها بكام كوفرتا، حطها على السرير وحاطه كمان عليهم كوفرتا تاني غير اللي انا مغطيها بيها. غطيها كويس عشان تخمر كويس. بصوا الخرم اللي انا كنت عاملاه اهو قفل، ده دليل ان العجينه خمرت. بصوا بقى هنتكلم عن شويه حاجات. السمنه اللي انا استخدمتها في العجين اي نوع سمنه، حابين تحطوا سمنه بلدي، حابين تحطوا سمنه اي نوع من العلب، دي حاجه براحتكم خالص. اللبن اللي هنعجن بيه نفس الفكره، عايزين تعجنوا بلبن بلدي، عايزين تعجنوا بلبن من العلب، برده دي حاجه ترجع لكم وبراحتكم خالص. طيب احنا دلوقتي
هنبتدي نصبغ العجين بتاعنا ونعمل صوابع. احنا هنا ادي الصاجات بتاعتنا، اللي ما عندوش الصاجات دي عادي جدا يدهن فيه او يستعمل الصاجات بتاعت الفرن العادي اللي موجودة عنده. بس هنعمل حاجة، انا هنا معايا شوية سمنة، اي نوع سمنة برضو زي ما قلنا. كل ما هاجي اعمل صباع هروح دهنة ايدي كده، واخد حتة من العجين صغيرة خالص قد الليمونة، وهبرمها كده كأني بعمل بصبع كفتة، وارصها في الصاج. هكرر الموضوع تاني، هبل ايدي بالسمنة، هاخد حتة من العجين، حاول اخلي الصابع كلها قد بعض على قد ما اقدر، برضو هصبعها كده واحطها جنب اختها. نعمل واحد تاني، ناخد حتة عجين بعد ما بل ايدي بالسمنة، اعمل صباع وارص جنب بعضه. هكمل بقية الكمية بنفس الفكرة وارجع لكم. شايفين هنا قطعت الكمية كلها وخلصتها، هسيبهم يخمروا شوية. بصوا انا عاملاه هنا صوابع، في ناس بتحب تعمله قراص، يعني حاجة مدورة كده. انا عملت واحدة بس عشان نبقى جربنا ده وجربنا ده. هاجي على وش الصاج والصابع اللي انا عاملاها، هدهن ايدي سمنة برضو تاني، ومشي ايدي خفيف خالص على الصوابع علشان ما تعملش قشرة والوش بتاعها ينشف. هعمل كده على الصوابع كلها وهسيبهم يخمروا مرة رابعة وارجع لكم. ورجعنا هنا بعد ما سبناهم خمروا شوية. بصوا الصوابع بقت تخينة ازاي لما خمرت، سبناها تخمر براحتها. دلوقتي انا مسخنة الفرن، هبتدي احطه في الفرن على درجة حرارة عالية تقريبا 200. هدخلهم الفرن واسويهم وهنتابع مع بعض درجة التسوية ونشوف ايه اللي هيبقى وصلنا له. شايفين هنا الفهيش اهو بعد ما سويته احمر من الوش بتاعه، لونه حلو قوي، تسويته مظبوطة. مش عايزة اقول لكم الريحة في البيت عاملة ايه، ريحة تحفة 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 بجد، جربوه مش هتندموا. هو خطواته كتير بس بامانة حلو جدا، طعم وريحة فظيع فظيع فظيع. بص بقى لما عملنا الفايش صوابع اسهل بكتير من القرص ان احنا نعملها قرصة. بصوا بيتفكك من بعضه ازاي على طول، سهل. بصوا سهل ازاي، مش محتاج بقى ان احنا نجيب سكينة ونقعد نقطع ونفتفت ونفرول. هنبتدي بقى ايه، احنا كده يدوب سويناه محمصناش، هنبتدي ناخدهم واحد واحد صباع صباع. بقى احنا سوينا كده والوش والظهر هما اللي حمروا، عايزين ايه نحمر الجناب ونحمصه. حابين تخلوه على كده وتاكلوه على كده طري براحتكم خالص، يبرد خالص لو انتوا عاملين كمية ممكن تشيلوه في الفريزر وتطلعه على قد ما انتوا عايزين. كل يوم هتحس ان هو لسه فريش ولسه طازة. عايزين تحمصوه بحيث يقعد اطول وقت ممكن ومش هيجراوا لأي حاجة، هنفكه من بعضه زي ما انا قلت بكل سهولة اهو، ونرصه بالجنب كده جنب بعض علشان نحمصه من الجنبين التانيين. شايفين بصوا بيتفك بكل سهولة، اسهل بكتير من ان احنا نعمل قرص
ونقعد سوا سخن جدا. سادي الصاج التاني فك بكل سهولة برضو اهو، شايفين ازاي هفككهم شوية تاني بس لما يبردوا، هسيبهم يبردوا شوية وارصهم هنا علشان ابتدي احمصهم، وهوريكم في الشكل النهائي بعد التحميص هيبقى عامل ازاي. وبكده يكون الفايش بتاعنا خلص، حمصناه من كل الجهات من الاربع جوانب. هو خطواته كتير بس امشوا واحدة واحدة معايا، بجد النتيجة حلوة جدا، هايلة ريحة وطعم، مفيش احسن من كده ولا انضف من كده. ميرسي على الاستضافة في القناة بتاعت Enjoy with Joy. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اللايك سبسكرايب وكومنت وشير، وكمان فعلوا الجرس، دوسوا على النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكوا كل جديد. وهو ريحته حلوة جدا وطعمه حلو جدا، جربوه وقولولنا في الكومنتس تجربتكم كانت عاملة ازاي. وباي باي.